عمل وطن، عمل وطن في المنطقة المصرية بكل إن إحنا نعمل ذلك. وأنا كنت مدير الطبقة الإعدادية الحديثة اللي بين البيض والبيض أيام أحمد مصطفى الشعراوي مديرة المدرسة، وده ابن الدكتور أبو. بتشاركي ليه في الانتخابات؟ عشان واجب وطن. البلد عايزة ابتدى لنا إحنا ننزل في عمليتنا ننزل. أنا كمان توتر متعلمة أقول صوتي. حضرتك اللي عايزة تقولي عينيا دي. شايفة مشاركة السيدات في الانتخابات بشكل عام؟ كبيرة شايفاهم عدد كبير ناس. الست ليها دور؟ كل واحدة وإمكانياتها بقى. لا دور في الحياة السياسية عامة؟ في منهم بس مش كل. أشكرك. الله يخليك. بس أنا تعبة ابني دكتور وجاي تعبة وربنا يعينه لأني أنا حملي تقيل عليه. ربنا يخليك. أشكرك شكرا جزيلا.